بسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقاً في مدينة إلياش في العاصمة البوسنية سراييفو. الآن عندنا عقار هنصوره في التفاصيل كاملة ونشوف شكل العقار عامل ازاي والتفاصيل كاملة العقار. الآن ده مدخل من هنا وهذا الشارع الرئيسي مباشرة. تمام الشارع الرئيسي. اوه سلام كاكستي. عليكم السلام كاكستي. سلام عليكم. الحمد لله. طبعا مساحة الأرض عندنا الآن 316 متر مربع زي ما انتم شايفين. هذا من هنا لحد هنا تقريبا دي الفيلا، وهنا طبعا مدخل شفناه من هنا. هذا هو ده مبنى موجود داخل البيت. طبعا ده شكل البيت من بره. البيت مساحته 200 وكم؟ 50 متر تقريبا، 250 متر مربع. أول ما ندخل من هنا أهو ده المدخل الرئيسي. طبعا دي منطقة توزيع. هنا في الحمام عندنا. البيت طبعا مش لسه لم يجهز بالكامل، اللي اشتري طبعا هيكمله عادي. هذه عرض المنطقه 2 متر ونص تقريبا. وهنا عندنا الان في منطقه المدخل او ما نخش من البيت، وهنا 3 متر تقريبا 7-5. هنا عندك الحمام ده اللي تحت السلم، عاملين حمام. هذا هو طبعا البيت جديد لم يستخدم بعد. هنا العرض 200 عفوا 2 متر 7.5 تقريبا، بس السقف هنا قريب شويه يعني اتوقع يكون 190. حاطين مروحه للتهويه، حاطين تدفئه ايضا. الحمام كده عندنا منطقه مدخل مع الحمام. احنا عندنا في صاله او غرفه هذه هي بالكامل، وهنا في شباك الطابق الارضي. نشوف الغرفه دي كام في كام. طبعا البيت جديد بالكامل 3 متر هنا العمق. نشوف هنا عفوا العرض. نشوف هنا الطول عندنا 4 متر ونص تقريبا ما شاء الله. الغرفه دي لها مدخلين، مدخل من هنا ومدخل من هنا. ممكن تكون غرفة نوم، ممكن تكون جلسة، ممكن تكون صالة حسب. هنا طبعا زي ما انتم شايفين في الديكور هو حاطط عامل حسابه وحاطط مكان النور، مكان عفوا التلفزيون، وحاطط حتى الإضاءة وحاطط هنا الكهرباء. يعني شوف لو نورنا كده شايفين يعني كل شيء مرتبينه. طبعا احنا في الأرض كلها الكراتين بتاعت الأدوات الصحية وتركيب البيت تدفئة في البيت الجديد. طيب دخلنا الآن هاي المنطقة، هاي صالة أو هاي المطبخ نقدر نقول. هذا مطبخ، هنستكشف البيت مع بعض هنا. ده اللي طلعنا بتاعته. طبعا لو تلاحظوا الشبابيك على الحيطان، الشبابيك كلها ثلاثي، ثلاث طبقات. الشبابيك ثلاث طبقات مش مزدوج، ليس دبل، ثلاثة. الأمور برضو مهمة اللي نخلي بالنا منها، موضوع الرخام. الناس حاطين رخام في البيت وده تكلفته أعلى. هنا العرض عندك 5 متر و30، طول هنا عندنا 3 متر فاصلة 6. المطبخ اهو مع التهوية بتاعته مع كل التوصيلات جاهزة. حتى هم حاطين السيراميك في جزء والباركيه في جزء على أساس إن هو طبعا اتكلمنا قبل كده في موضوع الماية. يبقى كده احنا خلصنا المطبخ أو غرفة الطعام، ودي الصالة. الآن ندخل على دي غرفة نوم. هو غرفة نوم مساحتها كبيرة جدا وده شيء كويس يعني. مرة تانية نأكد برضو، طبعا احنا ما زلنا في الطابق الأرضي. الطابق الأرضي طبعا هو جميل، بس أنا حاسس إن السقف شوية قصير. هنقيس السقف قد إيه؟ 5 متر 20. وهنا قلنا المطبخ، وهنا في غرفة ممر. نشوف هنا عندنا العرض قد إيه؟ 4 متر ونص تقريبا. كل حاجة جاهزة في البيت يعني مركبين كل شيء. هنا طلعنا من الغرفة. طبعا الغرفة لها بابين زي ما قلنا، باب وده ممر على الشمال، ودي هنا على المطبخ مباشرة. نشوف هنا بيودي على فين كده افضل شوية. ممتاز. ده كده حمام، يبقى دي غرفة ماستر. الحمام قلنا مع
غرفة. نشوف الحمام هنا او المنطقة اللي فيها الحمام مع ممر المدخل بتاعه. احنا عندك 4 متر و40 ودلوقتي هنقيس العرض قد ايه عندنا. طبعا لو تلاحظ هنا في الحمام كل شيء يعتبر موجود بغض النظر متركب او مش متركب. وحاطين هنا التدفئة وحتى حاطين هنا في الدوش كبيرة مكان للشامبو وما شامبوهات وامور زي كده. طبعا زي ما قلنا جماعة من المانيا هم بيسنوين بس عايشين في المانيا لكن حريصين يحطوا كل الارقام. شوف هذا الشبك باين جدا انها 3 زي ما انتم شايفين الخط اللي في النص شايفينه 3 ده كده. هنا شباك بتاع الحمام دي حدود الارض اهي وهنا. طبعا شايفين العوازل قد ايه هنا والاتجاه ده تقريبا. باقي الان بس نقيس الحمام نشوف قد ايه العرض. احنا قسنا الطول قلنا 4.5 تقريبا وهنا عندك العرض تقريبا 2 متر. ده التدفئه موجود الغرفه اللي انا فيها الان ولا التدفئه هنا كده. احنا خلصنا هنا غرفه نوم وهنا غرفه ماستر مع الحمام بتاعها وهنا بتفتح على المطبخ. الان نشوف الباقي. طبعا زي ما قلنا نشوف السقف قد ايه. احنا كنا عن السقف وارتفاعه 2.20 متر زي ما توقعنا ان هو الارتفاع بتاعه شويه قليل كده. احنا تقريبا خلصنا الطابق الارضي. الطابق الارضي الان بالكامل خلص. هنطلع على الطابق الاول. عايزك تشوف الفيلا من جوه جميله. طبعا قبل ما نطلع من السلم زي ما انتم شايفين السلم هنا كله رخام. السلم زي ما انتم شايفين كله رخام. وهذا طبعا خلينا تلاقيه في البوسنه. طبعا ملاحظه ان السلم شويه مره ضيق بس لا باس يعني 90. هنا هو حاطط شباك عشان يدخل اضاءه. لو كان نقله هنا شويه كانت الاضاءه دخلت فيه مره هنا فوق بس لا باس امور طيبه. رخام طبعا مره ثانيه بنتكلم. احنا كده تحت خلصنا غرفه وصاله وحمام ومطبخ. هنا عندنا دي غرفه الطابق ده. احنا في الطابق الاول دي الغرفة الأولى. نشوف هنا طول العرض بتاعها كام. 3.5 متر تقريبا. طبعا هنلاحظ إن هم حاطين هنا فيش كهرباء بحيث مرتبينها 3.8 مرتبين مكان الأثاث. حطوا هنا فيشتين عشان لو تحط هنا سرير واحد شخص ونص. وحطوا هنا كذلك فيشتين عشان لو هيحطوا هنا سرير مزدوج كبير. يبقى لو حطيت هنا سرير مزدوج كبير عندك المساحة دي بالكامل هتستفيد منها كدولاب أو كسراحة أو هاي عفوا هاي السراحة وهذا للدولاب. وده هنا السلم المنطقة دي. الإطلالة بتاعت الغرفة دي مفيش فيها إطلالة تقريبا. طبعا البيت في مستوى عالي. طيب هنا كده عندنا الغرفة التالتة للبيت. الغرفة التالتة نشوف هنا الطول العرض بتاعها كام. هنا 3 متر. وهنا عندنا 4.6 متر. طبعا دي مساحات كبيره مش متعودين على المساحات دي. احنا في البوسنه مش متعودين على هاي المساحات في البوسنه. كده لحد الان خلصنا 3 غرف نوم. واحده في الطابق الارضي واثنين فوق. الان نطلع على هنا مدخل. كده عندنا في غرفه هنا وده حمام وده هنا الممر. اتوقع هنا شوف الممر ده كام عرضه 1.35 متر. وهنا العمق بتاعه 3 متر. دي الغرفة الرابعة. الآن احنا في الغرفة الرابعة. العرض بتاعها عندك 3.5 متر تقريبا مربعية تقريبا. وهنا عندنا 3 متر تقريبا. يبقى كده الغرفة رقم 4. طيب نيجي بعد كده هنا الحمام ده بيخدم الغرفة اللي هنا غرفتين اللي بره اللي هي دي التالتة عفوا التانية والتالتة ودي الرابعة. يعني الحمام بيخدم الغرف دي. نشوف الحمام ده كبير أكيد طبعا زي ما قلنا الشبك كلها ثلاثي. أنا عايزكم تخلي بالكم من الإضاءة اللي فوق. شايفين الإضاءة عاملة إزاي؟ ودي منطقة دوش كابينة
قلنا هنا ده شباك بيفتح على قلنا شباك قبل كده ثلاثي. طيب كده احنا تقريبا خلصنا 4 غرف نوم، باقي الجناح الاخير اتوقع كوبي بيست من اللي تحت والغرفه ماستر. نعم شكله كده غرفه ماستر. تحت احنا كنا في الممر ده وكان بيفتح الحمام اللي هنا، فالحمام هنا اتلغى، اصبح الممر ده موجود كخدمه، في توصيلات التدفئه موجوده، وفي عندك باقي الغرفه كامله موجوده نفس مساحه الغرفه اللي تحت بالظبط. هذه مساحه كبيره حاطين كذلك هم فيها حمام ماستر. لا ده مش حمام، دي غرفة ملابس. احنا كده يعني زي ما بيقولوا هم دول بسنين ما بيحطوش حمال كتير. هنا عندك 5.20 متر، وهنا عندنا 4.3 متر تقريبا. شوف اطلاعات الغرفة. طبعا احنا في الطابق الاول ما احناش على ارتفاع بعيد، وتقريبا ارتفاع الارتفاع بتاع السقف مش ارتفاع طبيعي، هو اقل من الطبيعي شويه. تحت كان 220، يعتبر 220 قليل، لان احنا قلنا ستاندرد 260 270، ولو 230 يعتبر ده الممتاز. خلينا نقيس هنا كام، نشوف الطبق ده 220 ايضا نفس المشكله بتاعت السقف. مش عارف مشكله السقف ليه هما كده، هل هما رمموا البيت او لا. هنا للتدفئه هما حاطين جهاز كامل بس فقط للتركيب. وهنا نشوف، طبعا احنا قسنا الغرفة بدون غرفة ملابس، لان هنقيس غرفة ملابس دي. طبعا حاطين فيها تدفئة. هنا الطوب العرض بتاعها هنا عندك 3 متر 3، وهنا عندنا العرض تقريبا 2 متر تقريبا. كده احنا خلصنا الطابق الاول تقريبا كامل. هذه الاطلالة طبعا على الجار مقفولة. الفيلا دي اللي عاوز يشتريها ما فيش فيها اطلالات مبدئيا الفيلا، لكن الفيلا تشتغلها ممتاز. طيب العيوب اللي عندنا قلنا السقف ارتفاعه 220. هنتكلم ملخص عام دلوقتي عن الفيلا في واحنا نختم الفيديو بتاعنا ده. زي ما قلنا مرة خدمة عشان هو يحط فيه التدفئة عشان يعرف يوصلها، ممكن هنا يستفيد منها كمخزن يحط فيه مثلا شنط حريمي او اي شيء زي كده. هنا عندنا طبعا في قلنا الوصله ده واصل فوق يوصل على الطابق الثالث، وفي عندك في الطابق الثالث فيها نفتحه دلوقتي لو انت عاوز تعمل دور ثالث. تقريبا خلصنا الفيلا تقريبا بالكامل يعني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الان خلصنا فيلا في منطقه ميسوتشا. طبعا منطقه ميسوتشا في داخل مدينه سراييفو، داخل طبعا العاصمه البوسنيه، ده عفوا داخل حي الياش في داخل العاصمه البوسنيه سراييفو. منطقه ميسوتشا طبعا بتتميز ان هي قريبه جدا من مركز الياش التجاري، تقريبا بتتكلم من 4 كيلو او 2 كيلو ونص 3 كيلو عفوا ونص تقريبا. من هنا ميسوتشا لحد مركز مدينه فوجوتشا او حي فوجوتشا تقريبا بتتكلم عن 6 كيلو. في اطار ميسوتشا هي منطقه في النص، بيسموها في البوسنيين حتى المتوسط بيسموها سريدنيا، منطقه وسطيه يعني. ميسوتشا عباره عن شارع، الشارع فيه فيلا على النهر الناحيه اللي قصادنا، والفيلا اللي احنا مقابلها هنا. طبعا الفيلا تشطيبها من جوه جميل جدا ورائع وفوق ممتاز، ولكن تقييمنا العام على الفيلا، الفيلا ممتازه وتشطيبها راقي وناس مرتبين في اختيارهم التشطيب، ولكن فيها عيبين الفيلا خطيرين. اول عيب موضوع الاطلاله، الاطلاله ما فيش اطلاله كامله على الفيلا، فاللي عاوز فيلا منطقه ارض مستويه داخل حي ما فيش فيه اطلاله هي الفيلا مناسبه. العيب الثاني، العيب الثاني عندنا العيب الغريب اللي انا اول مره اشوفه في فيلا في حاجه زي كده، ارتفاعات السقف. يعني السقف عاده هنا في البوسنه 260 200 ونص بيقولوا عليه قصير، هنا السقف 220، يعني 220 220 225 بالعافيه. ما اعرفش ايه السبب، يعني هما هل هما عندهم ساعتها مش عايزين يطلعوا دور 10 متر 10 سم زياده عشان طياره ولا ايه، انا مش عارف صراحه. في طبعا توسيع لو انت عاوز تضيف دور ثالث ممكن توسع. مساحه الارض 390 متر تقريبا، طبعا هنتاكد المساحه اكتبها لك في الوصف، ولكن ده تصوير عام. طبعا المبنى ده زي ما انتم شايفين
هذا مبنى كامل هم عاملينه زي جراج او عاملينه مخزن. طبعا انت بتستفيد منه، عندك رخصه عقاريه موجوده، حبيت تعمل فيلا ثانيه، حبيت تعمله جراج، حبيت تعمله مجلس، زي ما انت عاوز، كل الاختيارات متاحه ليك. دايما بنقول لك لا تنسى الضغط على زر الاشتراك والاعجاب بالمقطع، وتحياتي لكم المهندس علي من العاصمه البوسنيه سراييفو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.